اليوم عندنا يعني موضوع جديد اللي هو موضوع الصحة النفسية. قبل ما نبدأ فيها نعرف عاد شنو هي الصحة بالنسبة لكم. عندما أسمع كلمة صحة ماذا أقصد؟ نعم الجسد، أن يكون الجسد سليما، أن لا أكون مريضا، لا أعاني من أوجاع، لا أعاني من حمى، لا أعاني من كسر أو جرح أو غير ذلك. ولكن اليوم سنتطرق لصحة أخرى تسمى الصحة النفسية. الصحة النفسية هي جزء من الصحة العامة. واليوم سنرى مقطع فيديو صغير يتحدث عن الصحة النفسية. ما هي الصحة النفسية؟ ما الأمراض التي نصاب بها والتي لها علاقة بالصحة النفسية؟ وكيف نعالج هذه الأمراض؟ أحياناً نرى شخصاً في الشارع ملوك أحمق، نقول أنه شخص أحمق. هل فيه جرح؟ هل يده مكسورة أو رجله مكسورة؟ ولكن أين مرضه؟ مرضه مرض عقلي نفسي. فهذا ما أقصده بالصحة النفسية. هناك أشخاص آخرين ليسوا مجانين، ولكن يعانون بأشكال أخرى من المرض. مثلا شخص لا يضحك، دائما وحده، دائما مهموم، دائما يفكر. هذا شخص مكتئب. صحيح، والاكتئاب هو مرض نفسي أيضا. هناك أشخاص يصل بهم الأمر أنهم يحاولون الانتحار، وهذا أيضا يتعلق بالصحة النفسية. فكل هذه الأمور سوف نشاهدها في مقطع فيديو صغير. نعم، إذن لننتبع. هنا بعض ما يتعلق بالصحة النفسية من ديننا الحنيف، من القرآن الكريم. ماذا يقول الله تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله هنا يوصينا بالصبر. عندما أصاب بمصيبة أو أصاب بأمر يعني عظيم جلل، لا أكتئب، لا أنعزل، وإنما أصبر وأحتسبه عند الله تعالى. يقول أيضا الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذا أصابك مكروه، أمر تعتقده مكروها، أصابتك حادثة، إياك أن تكترث، إياك أن تظن أن هذا شر، بل هو أمر فيه خير. ما دام أن الله هو الذي يعني كتب عليك هذه الحادثة أو هذا المرض، فاعلم أنه خير. ربما تلك الحادثة، اللي أصابتك أمام المدرسة أو في الطريق، جنبتك حادثة أخرى أكثر وأخطر منها. ربما لو ذهبت دون أن تقع لك تلك الحادثة، ربما كنت ستتعرض لحادثة أخطر وربما تموت. ولكن الله فضل أن يبتليك بحادثة بسيطة ليجنبك أمرا أخطر منها بكثير. فهذا هو المقصود عندما يقول لنا الله تعالى: عسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إذن هذا ما يتعلق بالصحة النفسية في ديننا الكريم. حديث أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا غلام إني أعلمك كلمات، ومن ضمنها احفظ الله يحفظ. احفظ الله كيف؟ كيف نحفظ الله؟ نعبده، نصلي، نصلي ونصوم وما عدا، نقوم بواجباتنا الدينية، وفي المقابل الله سيحفظنا من أي مكروه.
بعدك سعادة والتفاؤل سعيدا ومتفائلا، ولكن من أين تحصل على السعادة الأولى والتفاؤل الأول؟ هذا سر، أخبرني. أريد أن أكون سعيدا ومتفائلا على الدوام مثلك. إذا أخبرتك هل ستخبر الآخرين؟ بالتأكيد سأفعل. حاضرا، هذا سر أحب أن يشاع. إذا انتشرت السعادة حولك فذلك سيجعلك سعيدا أيضا. إذا أخبرني، ما هو السر؟ السر هو أنني أحافظ على صحتي النفسية باستمرار. تحافظ على صحتك النفسية باستمرار؟ هذا الشيء يبدو غريبا بالنسبة لي. هل تعرف كيف تحافظ على صحتك البدنية؟ نعم، السر هو أنني أحافظ على صحتي النفسية باستمرار. تحافظ على صحتك النفسية باستمرار؟ هذا الشيء يبدو غريبا بالنسبة لي. هل تعرف كيف تحافظ على صحتك البدنية؟ نعم، الرياضة والغذاء الصحي المتوازن والابتعاد عن التدخين. الصحة النفسية مثل الصحة البدنية، هنالك أشياء إن فعلتها ستجعلك بصحة نفسية جيدة. مثل ماذا؟ حفاظك على صحتك البدنية يساعد بشكل كبير في أن تكون بصحة نفسية جيدة. التواصل الدائم مع الآخرين. هل يعد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مفيدا في هذه الحالة؟ الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي يشبه الاعتماد على الوجبات السريعة. أنت بحاجة إلى التواصل مع الآخرين بشكل مباشر. ممارسة الرياضة. هذا جيد، لأني أحب ممارسة الرياضة دوما. هنالك التعلم، حاول أن تتعلم أي شيء مفيد. تعلمك لمهارات جديدة يعطيك شعورا بالإنجاز والثقة بالنفس. هنالك أيضا شيء هام، العطاء. هل تعتقد أن العمل التطوعي جزء من العطاء؟ بالتأكيد، العمل التطوعي فكرة جيدة جدا، وهي تحقق هدفين معا، تجعلك تشعر بأنك تعطي وفي الوقت نفسه وسيلة للتواصل مع الآخرين. وماذا عن العطلات والإجازات؟ العطلات والإجازات ضرورية إذا أحسننا الاستفادة منها. بعد أن رأينا المقطع المصور حول الصحة النفسية، سأرى إن كنتم قد فهمتم بعض النقاط أم لا. أولها، ماذا نقصد بالتفاؤل الذي سمعناه في المقطع؟ ما هو التفاؤل في نظركم؟ نعم؟ أن أفكر بشكل مفيد أو أفكر بشكل إيجابي. هل لديه تعريف آخر أو فكرة أخرى؟ ما هو التفاؤل؟ نعم؟ التفاؤل أن أتوقع شيئاً جميلاً، أن أتوقع الأحسن والأفضل، هو عكس التشاؤم. يعني كل يوم أتوقع بأن اليوم إن شاء الله سيكون أفضل من أمس، الامتحان المقبل سيكون أفضل من الامتحان الذي سبقه، وسأحصل على نقطة أفضل. يعني هذا هو التفاؤل، دائماً أتوقع ما هو أحسن وما هو أفضل وليس التشاؤم. جيد، هذا ما نقصد به التفاؤل. رأينا أيضاً أن هناك ارتباطاً بين الصحة البدنية أو الجسدية والصحة النفسية. الصحة البدنية كيف أحافظ عليها؟ الرياضة، الغذاء الصحي متوازن، يعني يعطيني ما احتياجات جسمي من البروتينات، فيتامينات، أملاح والطاقة. نعم، ماذا أيضا؟ أن لا أتصافح مع أصدقائي، وهذا صحيح في هذه الظرفية الحالية، نطلب من الله أن يرفعها، ظرفية كورونا. نعم، لا أتصافح، لا أقترب كثيرا من الناس، لا ألمس شخصا آخر، ولكن هذه مسألة مؤقتة إن شاء الله، ريتما يرفع الله هذا الوباء. شيء آخر تحدث عنه الفيديو أيضا بالنسبة للصحة البدنية، أن أبتعد عن ماذا؟ التدخين وكل ما يحوم حوله من تدخين ومخدرات ومسكرات وغيرها، فكلها تدمر
الصحة، وإذا تدمرت صحتي الجسدية تبعتها أيضا صحتي النفسية، لأن الإنسان مريض بالتأكيد ستكون نفسيته أيضا مريضة. يجب أن أحافظ على صحتي الجسدية لأنها مرتبطة أيضا بصحتي النفسية. إذن شيء آخر تحدث عنه ذلك المقطع، شيء يجعلني دائما نشيطا، يجعلني دائما في مزاج أحسن، ما هو؟ التواصل مع الناس الآخرين مباشر وليس عن جيد، هو التواصل مع الناس. إياكم وإياكم أن تعزلوا أنفسكم، إياكم وإياكم أن تتواصلوا فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واتساب، فيسبوك إلى آخره. لا، هذا لا يعوض أبدا التواصل المباشر، لأن التواصل المباشر أرى الشخص ويراني، أتفاعل معه ويتفاعل معي، وعندما أكون ضمن الجماعة فأنا أحس براحة نفسية وليس منعزلا في بيتي أو في مكان ما ومنكبا على هاتفي. حتى لو كنت أتواصل مع الناس ولكنني في الحقيقة منعزل، لأنني أستعمل فقط جهاز للتواصل بدلا من التواصل المباشر، حيث أرى الناس ويرونني، أتفاعل معهم ويتفاعلون معي. شيء آخر أيضا تحدثنا عنه وهو العطاء. العطاء نقصد به العطاء أن أعطي شيئا أو أن أساعد. جميع أنواع المساعدة تعتبر عطاء. عندما أعطي فقيرا شيئا ما فهذا عطاء، وعندما أعطيه أحس براحة نفسية. أيضا عندما أساعد شخصا آخر، شخص محتاج لمساعدة في عمل، في بناء، في صنع شيء، في واجب منزلي، في أي شيء أساعده فأحس براحة نفسية. فالعطاء كيفما كان نوعه أيضا يساعد على الصحة النفسية. فكخلاصة لكي نجمع كل ما قلناه من البداية، الصحة النفسية مرتبطة أيضا بالصحة البدنية، أحافظ على صحتي الجسدية فأحافظ بذلك على صحتي النفسية، أتجنب الانعزال، أتجنب التدخين وكل ما يضر بجسدي، أتجنب الاكتئاب، أن أبقى حزينا أفكر وأنا مهموم، لا، دائما أتفاءل، أفكر بأنه اليوم إن شاء الله سيكون أفضل، أن مشاكلي إن كانت لدي مشاكل اليوم قد تحل، اليوم إن شاء الله ربما تحل، وإن لم تحل اليوم ستحل غدا، لا أكون متشائما، عندي مشكل لن يحل أبدا، وأبقى دائما حزينا ودائما مكتئبا ودائما منعزلا، لا، أفكر بشكل إيجابي، أتفاءل وأتواصل مع الناس، يعني أتواصل أكون ضمن الناس لا منعزلا عليهم. هذا يعني كل ما كان لدينا اليوم، نشكركم على هذا الانتباه، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة.